اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن حمدي، من وجهه نظرك مين افضل لاعب في هذه المباراه؟ افضل لاعب في المباراه دي مستر كولر. مستر كولر. اه يستحق الحقيقه، لانه وده كان سؤالي اللي جاي لحضرتك، ان هو مستر كولر اول ما نزل من الطياره خد اللعيبه وراح عمل تدريبه خفيفه في الملعب. اعتقد ده شيء جيد جدا برضه يا كابتن حمدي. انا لسه كنت بقولها بره قبل ما ادخل على الهوا، اتفضل. بقول لصديق ليا، يعني بقول له الفرقه جت نزلت من الطياره على التمرين، فبيقول لي، قلت له اه، لان هو ده راجل بيشتغل، عايز يشتغل. كابتن جوهر الله يرحمه كان دايما بيعمل مع حضراتكم معاكم كده طبعا. كابتن جوهر، اه طبعا الله فايتس. يرحمه، مستر فايتس. بس ال 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 الكابتن جوهري اكتر كابتن، كمان. اه كابتن الكابتن جوهري كان عاشق يعني يدخل مفهوم المعسكر والتجمع، وان الكوره دي هي انت لعيب كوره، يعني قبل الاحتراف ما يخش صحيح. يدخل مصر كان المفهوم ان لاعب الكوره دوت يومه ما فيش حاجه اسمها اجازه، يومه حتى بيقضيها ممكن يبقى قاعد في الملعب ولابس هدومه من غير تمرين، قاعد بس. اه لابس الشورت والفانيلا وقاعد، هو ده بيعتبر تمرين، انت اديت تمرين كده. فطبعا معنى ان هو من الطياره للتدريب راجل جدي، راجل بيحب الشغل، راجل عايز درس اللعيبه ودرس فرقه النادي الاهلي ودرس الفترات اللي فاتت دي كلها، وحط ايديه على النقط اللي اللعيبه محتاجاها، وده ظهر معاه في المباراه يعني. ظهر معاه في المباراة. طيب برضو كابتن حمدي، المباراة اللي جاية الداخلية إن شاء الله، كيف تنظر إلى هذه المباراة؟ هو طبعا احنا ايه يعني ما نقدرش نقول ان الداخليه في المستوى اقل والاهلي اعلى واحنا كسبانين، ده دي مباراه، مش علاقة، دي مباراة تانية اه دي خالص. مباراه دوري 3 بونت. لعيبه النادي الاهلي ليها طموح في ال3 بونت، نفس الحكايه لعيبه الداخليه ليهم طموح في ال3 بونت، ودايما اي فرقه تلعب النادي الاهلي طبعا بيبقى فيه حافز كبير للعيبه، فبيبذلوا اقصى جهد. المقابل ان لعيبه النادي الاهلي لو قابلت المباراه بحته ان بقى في تهاون وانا كسبان نادي الزمالك وعامل المباراه، طبعا هتاثر على الاداء وتاثر على النتيجه، وبس ده اعتقد ده موضوع بعيد جدا عن تفكير لعيبه النادي الاهلي في الفتره دي مع مستر كولر. طبعا المباراه هتبقى كويسه، كابتن رضا شحاته مدرب من المدربين اللي بيحب تلعب كوره، ليه شكل وعايز يظهر بمظهر كويس ويؤدي اداء كويس، يعني هنلاقي مباراه كويسه، مباراه ممكن نستمتع بيها. يعني كابتن رضا شحاته مع الداخليه الحقيقه، يعني اتفرجت على المباراتين الداخليه بيميل اكتر للنواحي الدفاعيه. ما هو اللعيب المدرب الكويس دايما بيعرف امكانيات فرقته ايه اوكي. وامكانياته هو ايه، وهو عايز من المباراه دي ايه.